السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هندرس درس جديد من دروس حروف اللغة العربية وهو درس حرف الظاء. قبل شرح الدرس يا أولاد تعالوا نستمع إلى قصة حرف الظاء. الكلمة الظبي ظريف. تجمع الأطفال حول البحيرة يتساءلون عن سر اختفاء الظبي ظريف. قال أحدهم: لقد رأيته بالأمس وقد كان حزينا، لا أعلم لماذا. وقال الآخر: هل هو حزين بسببنا يا ترى؟ اتفق الأطفال على أن يبحثوا عنه في كل مكان. اقترب أحدهم من أحد الأشجار فوجد الظبي ظريف جالسا حزينا. سأل الأطفال الظبي ظريف: ماذا بك؟ لماذا أنت حزين؟ نظر الظبي إلى البحيرة وقال: أنا أشرب من هذه البحيرة وأنام بقربها، والآن قد اتسخت لأنكم ترمون فيها الأوساخ ولا تكترثون بي. حزن. دلوقتي يا أولاد بعد ما عرفنا قصة حرف الظاء وعرفنا أن بطل القصة هو الظبي ظريف وأنه كان حزينا لأنه يأكل من هذه البحيرة ويشرب منها ولكن الأطفال يرمون فيها إيه؟ القمامة. طيب إحنا عندنا كلمة الظبي وكلمة ظريف. إحنا نسمع هنا صوت ماذا نسمع؟ نسمع صوت حرف الظاء. فهنا الحرف اللي هناخده النهاردة يا أولاد هو حرف الظاء. تعالوا بقى يا أولاد نعرف طريقة كتابة حرف الظاء. حرف الظاء يكتب حرف الظاء هكذا. يبقى احنا يا أولاد دلوقتي عرفنا حرف الظاء بيتكتب ازاي. أول شيء أحط نقطة، أنط نطة، أقف على السطر، بمد دراعي، برفع، بعد ذلك أقف على السطح ومد دراعي، بعد ذلك أفعل عصاية الظاء وضع النقطة. وهنا في فرق بين حرف الظاء وحرف الزاي. حرف الظاء حرف قوي وحرف الزاي حرف ضعيف. أنا أنطق ظاء، أما الزاي زاء. في فرق في النطق بين حرف الظاء وحرف الزاي. ظاء زاء، ظي زي، ظو زو. الحرف الظاء حرف مفخم قوي وحرف الزاي حرف رقيق ضعيف. دلوقتي يا أولاد بعد ما عرفنا اسم الحرف هو حرف الظاء، دلوقتي عايزين نعرف أشكال حرف الظاء. قلنا علشان ندرس أي حرف لازم نعرف فيه ثلاث حاجات: اسمه وشكله وصوته. قلنا اسمه حرف الظاء، حرف إيه؟ الظاء، ولازم نطلع طرف لساننا فيه. طيب بعد ما عرفنا اسمه عرفنا إن اسمه ما بيتغيرش. إيه اللي بيتغير يا أولاد؟ شكله وصوته، شكله وصوته. تعالوا دلوقتي يا أولاد نتعرف على أشكال حرف الظاء. قلت أي حرف بيبقى ليه ثلاث أشكال: أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة متصل ومنفصل. يبقى عندنا حرف الظاء أول الكلمة، ظاء أول الكلمة، ظاء وسط الكلمة، ظاء آخر الكلمة متصلة، وظاء آخر الكلمة منفصلة. ظاء أول الكلمة مثل كلمة ظرف، ظرف. وظاء وسط الكلمة مثل كلمة عظمات، عظمات. وظاء آخر الكلمة منفصلة مثل كلمة حافظوا، حافظوا. وظاء آخر الكلمة منفصلة مثل كلمة محظوظوا، محظوظوا. مرة تانية يا أولاد عندنا ظاء أول الكلمة مثل كلمة ظرفوا، ظاء أول الكلمة
غرفو، ظ وسط الكلمة، عظمتو عظمتو، ظ آخر الكلمة متصلة، حافظو حافظو، ظ آخر الكلمة منفصلة، محظوظو محظوظو. دلوقتي يا اولاد بعد ما عرفنا اشكال حرف الظاء هنيجي دلوقتي عايزين نعرف الصوت حرف الظاء. قلنا علشان يبقى ليه صوت يبقى لازم يكون ليه حركه، واحنا خدنا الحركات نوعين، الحركات القصيره والحركات الطويله. تعالوا دلوقتي نتعرف على الحركات القصيره، وهي الفتحه، كسره، ضمه. كنا عارفين اغنيه ليها يا اولاد، اغنيه الحركات القصيره. لو جينا نسال عن الفتحه هنقول لها ايه؟ انتي مين؟ انا الفتحه. مكانك فين؟ فوق الحرف. تاثيرك ايه؟ فتح الفم عند النطق. الفتحه بفتح بقي واحط شرطه فوق الحرف. طيب انتي مين؟ انا الكسرة. مكانك فين؟ تحت الحرف. تأثيرك ايه؟ كسر الفم عند النطق. الكسرة بكسر بقي واحط كسرة تحت الحرف. نسأل عن الضم يا ولاد. انتي مين؟ انا الضمة. مكانك فين؟ فوق الحرف. تأثيرك ايه؟ ضم الفم عند النطق. الضمة بضم بقي واحط واو صغيرة، واو صغيرة فوق الحرف. بعد يا اولاد ما خدنا اسم الحرف وعرفنا ان هو حرف الظاء، وحرف الظاء لازم نطلع طرف لساننا في نطق حرف الظاء، وهو حرف قوي مفخم. بعد ذلك لازم وعرفنا شكل حرف الظاء وعرفنا الحركات القصيرة. طيب السكون، قلنا السكون علامة ضعيفة، السكون مش حركة، السكون علامة. فعندك في السكون يا أولاد لازم يجي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لا يأتي في أول الكلمة. تاني شيء يا أولاد إن السكون لازم يجي صوت قبليه، لا ينطق بمفرده، لازم ينطق مع صوت، ينطق مع صوت قبله، فلا بد أن نقرأه مع صوت إيه؟ صوت قبله. دلوقتي يا اولاد بعد ما عرفنا السكون وعرفنا الحركات القصيره، تعالوا نتعرف على الحركات القصيره وعند وضعها على حرف الظاء. ظاء فتحه ظاء، ظاء فتحه ظاء، ظاء فتحه ظاء، ظاء كسره ظي، ظاء كسره ظي، ظاء ضمه ظو، ظاء ضمه ظو. ظاء سكون ينفع نطقها؟ لا، لازم يجي صوت قبليها. فلو نطقنا الصوت ده يا ولاد هنقول ايه؟ عظ. هنقول يا ولاد عظ عظ. طيب الصوت الثاني يا ولاد اللي معايا، فظ فظ فظ. نقول مره ثانيه يا ولاد، ظ ظ ظ، ظي ظي ظي، ظو ظو ظو. ظاء سكون عظ عظ، فظ فظ. تعالوا يا اولاد دلوقتي، تعالوا يا اولاد دلوقتي نتعرف على كلمات حرف الظاء بالحركات القصيره. ظاء ظرف، ظاء ظرف، ظاء ظرف. ظي ظي ظلوا، ظلوا ظي ظلوا. ظو ظو ظفروا، ظو ظفروا، ظو ظفروا. ظ سكون عظماتوا، عظماتوا، عظماتوا.
مرة تانية يا أولاد. ظ ظرف، ظ ظل، ظ ظفر، ظ سكون، عظمة حظمة. بعد ما عرفنا يا أولاد دلوقتي الحركات القصيرة وكلمات حرف الظاء بالحركات القصيرة، دلوقتي عارفين ان في حاجة اسمها حركات قصيرة وحركات طويلة. ايه هي الحركات الطويلة يا أولاد؟ زي ما قلنا ممتازين قبل كده في اكتر من حرف، هي الالف والواو والياء، وهي حروف المد. مد الالف مد، ياء مد، واو. طيب كنا قلنا بقى قبل كده أغنية عن حروف المد، قلنا يعني إيه مد ألف؟ هي ألف تيجي في نص الكلمة أو في آخر الكلمة، مش عليها همزة ما بنطقهاش، مش عليها همزة ما بنطقهاش، لكن بمد الحرف اللي قبله، لكن بمد الحرف اللي قبله وأحط فوقه فتحة، واحط فوقه فاتحة، وبسمي الحرف الممدود، وبسمي الحرف الممدود. فتحة وألف مد ألف، كسرة وياء مد ياء، ضمة وواو مد واو. دلوقتي يا أولاد هنتعرف على كلمات حرف الظاء بالحركات الطويلة. ظ مد بالالف، ظ ظ، زي كلمة ايه؟ ظافرو، ظافرو. طيب فين هنا المد؟ في مد بالالف. طب والحرف الممدود؟ حرف الظاء. طب مد الالف لازم يجي قبل الحرف ايه؟ عليه فتحة، عليه ايه؟ فتحة. ظ ظافرو. طيب ظاء مد بالواو، ظو. ظاء مد بالواو، ظو، زي كلمة ايه يا ولاد؟ من ظورو، من ظورو. هنا في مد ايه يا ولاد؟ مد الواو. طب والحرف الممدود؟ حرف الظاء. حرف الظاء عليه ايه؟ عليه ضمة. وقلنا حرف المد لازم ما يكونش عليه أي حركة، ولازم يجي في نص الكلمة أو في آخر الكلمة. طيب عندي بعد كده مد ايه؟ مد الياء في حرف الظاء، ظاء كسره، ظي مد بالياء، ظي ظي، زي كلمه ايه يا اولاد؟ نظيم، 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 فيها مد ايه؟ مد بالياء. طب والحرف الممدود؟ حرف الظاء، وحرف الظاء لازم يكون عليه ايه؟ تحتيه ايه؟ تحتيه كسره، لازم يكون تحتيه ايه؟ كسره. مرة تانية يا أولاد، ظا ظافرو، ظو منظورو، ظي نظيمو. دلوقتي يا أولاد بعد ما عرفنا حرف الظاء وعرفنا الحركات القصيرة والكلمات على الحركات القصيرة والطويلة لحرف الظاء، تعالوا معانا بقى نحل تدريبات على حرف الظاء. أول تدريب معايا يا أولاد بيقول إيه؟ ممتازين، حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. الكلمة الأولى بتقول يا أولاد ظرفو، ظرفو. أنا قلت في المقاطع الصوتية في خمس حاجات بتوقفني. ايه هي الخمس حاجات دي يا ولاد؟ الساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والشده والالف اللينه، وياء الملكيه. طب انا عندي كلمه ظرف، ايه اللي بيوقفني يا ولاد؟ السكون. قلنا الساكن ضعيف لازم يمسك في اللي قبليه، فانا بقول ظرف. انا نطقت كام صوت يا ولاد؟ صوتين. يبقى هنكتبها ازاي في المقاطع الصوتيه؟ بنطق واكتب ظرف، يبقى الظاء والراء. فو يبقى الفاء. الكلمة الثانية يا أولاد كلمة عظمتو، عظمتو. إيه اللي هيوقفني برضو؟ السكون. يبقى ننطق مع بعض ونقطع عظمتو. كم صوت يا أولاد؟ ثلاث أصوات. عظ يبقى ساكن مع اللي قبله، العين والضاء. ما الميم مفردة، تو التاء المضمومة آخر الكلمة.
بعد ذلك يا اولاد الكلمه الثالثه هي كلمه ايه؟ ظلوا. ظلوا ايه اللي هيوقفني هنا يا اولاد؟ الشده. الشده عباره عن ايه؟ عن حرفين، الاول ساكن والتاني متحرك. طب يلا ننطق الكلمه مع بعض زي ما بنطق بكتب، زي ما بنطق ايه؟ بكتب. انا بقول ايه؟ ظلوا. ظلوا كم صوت؟ اتنين، يبقى الظاء واللام الساكنه وبعد ذلك اللام المضمومه. يلا اولاد مع بعض نحل نشاط كتاب المدرسه صفحه 136. نشاط رقم واحد بيقول ايه؟ انطق وارسم دائره حول الصوره التي بها حرف الظاء. اول صوره معايا صوره ظهر. ظهر ممتاز، فيها صوت حرف الظاء، نضع عليها دائره. الصوره الثانيه صوره ظفر. ظفر ايضا فيها صوت حرف الظاء. وظل. ظل فيها صوت حرف الظاء. ظبي. ظبي ايضا فيها صوره صوت حرف الظاء. كلب. كلب لا يوجد فيها صوت حرف الظاء. نشاط رقم اثنين بيقول انطق وصل صوت حرف الظاء بالصوره المناسبه له. عندي اول صوت، صوت الظاء. ظ. ظ. ظبي. ظ. ظبي ممتازين. طيب ظو. ظو. ظفر. ظو. ظفر. ظي. ظي. ظل. ظي. ظل. ظاء سكون. ظاء سكون. عظ. ماتو. عظ. ماتو. تعالوا يا اولاد دلوقتي نتعرف على نشاط رقم اربعه بيقول ايه؟ استمع وارسم دائره مكان صوت حرف الظاء. هنشوف هل هو اول الكلمه ام وسط الكلمه ام اخر الكلمه. اول صوره عندي صوره ظفر. ظفر ممتازين، اول الكلمه. ثاني صوره هي صوره محفظه. محفظه يبقى الظاء في رابع مربع. طيب اخر كلمه، اخر صوره عندي هي صوره ظل. ظل الظاء اول الكلمه. نشاط رقم ب بيقول ايه؟ استمع ثم ارسم دائره حول حرف الظاء فيما يلي. اول كلمه عندي كلمه ظبي. ظبي الظاء اول الكلمه. كلمه حظيره. حظيره الظاء وسط الكلمه. ظل. ظل الظاء اول الكلمه. ظرف. ظرف الظاء اول الكلمه. ظه. ظه الظاء اول الكلمه. عظم. عظم الظاء اول الكلمه. والى لقاء اخر ان شاء الله في درس جديد من دروس اللغه العربيه بعد سماع اغنيه حرف الظاء.